دكتور علي، يعني اعود لك اول شيء، كيف رايك الاحتفالات والاجواء في الكويت؟ كانت جميله كما عودنا الكويت. طبعا انت لو لاحظتي شاهدتي الناس المحتفلين شكلا ومضمونا وكانك في الرياض ولا في اي مدينه خليجيه اخرى. جميل. وهذا دليل على التكامل، وعلى دليل ان هذه الشعوب هي من بعضها. وانا اعتقد ان اولا يعني ودي ان ارحب استاذنا رئيس تحرير السياسه الكويتيه الاستاذ احمد الجار الله، ووجوده طبعا بيننا وهو بين اهله، وهو شاهد اثبات على العلاقه الاجتماعيه بين الكويت والسعوديه. عائله الجار الله هي في نجد، وعائله الجار الله في الكويت، هم نفس العائله، غير عن التجار الموجودين الشايع وغيرهم كلهم من ومثل ما ذكرت الامتداد العائلي والقبلي. ايضا لو نظرنا للموروث الثقافي، يعني انت لو شفتي الان الكويت تجدين العرضه بالكويت والعرضه في المملكه العربيه السعوديه. هذا دكتور علي ابغى اسالك عن التفاعل الجمعي اللي بين الشعوب الخليج، قديش يعني ممكن احنا نستثمره ونطوره في وحده وامن واستقرار الخليج؟ يعني شفنا الكويت ما ندري هم الكويت ولا السعوديه، شكل ويعني الحضور واللي متفاعلين، كيف نقدر نستثمر هذا التفاعل الجمعي بين الشعوب في ترسيخ امن واستقرار الخليج؟ هو بدون شك يعني ان اليوم تماسك الشعوب والعلاقات سواء كانت اقتصاديه او اجتماعيه او بين الشعوب هي تفرض على القيادات السياسية التكامل. ونحن في شعوب شعب مجلس التعاون الخليجي أو شعوب دول الخليج نطمح إلى الاتحاد الخليجي، لأن هو حقيقة الاتحاد من جهة الشعوب يمكن أن الشعوب متقدمة جدا على مثل ما يسمونها القيادات السياسية في طلب الوحدة الخليجية، في طلب الاتحاد الخليجي، لأن الشعوب هي وجدت أن قوتها واحترام الآخرين لها هي في وحدتها وفي قوتها. ولذلك الإعلام عندنا، الإعلام الخليجي عليه دور كبير، وهو أن يكون رافعة لتقريب الشعوب لبعضها وتقريب أيضا القيادات لبعضها، حتى نكون شعب واحد بكل تطلعاته وكل آماله في هذا يعني في المستقبل. نحن نعرف أن مجلس التعاون الخليجي قام بدور، ولكن شعوب مجلس التعاون تطمح إلى أن يكون دورها أكبر بتقريب، أن يكون أكثر من مجلس تعاون بل يكون اتحاد خليجي. سياسة الآن نحن نرى سياسة دفاعية موحدة، سياسة خارجية شبه موحدة، ولو أن هناك اختلافات بين بعض دول، يعني هناك يمكن بعض دولة تشذ ولا كذا، لكن كشعوب حتى لو القيادة السياسية اختلفت تجد أن الشعوب متقاربة جدا، وهذا ما يجعل دول مجلس التعاون الخليجي هي أقرب الدول للوحدة. ونحن نعرف أن الوحدة طبقت قولا وفعلا أيام الملك عبد العزيز، الوحدة العربية والوحدة الخليجية أيام الملك عبد العزيز عندما وحد هذه البلاد استعان بكل من هو كفاءة وكان عربيا أو مسلم. صحيح. كل من كان كفاءة سواء من الشام أو من مصر أو من ليبيا أو من الدول الإسلامية الأخرى، وكون هذا الكيان الذي يعتبر أكبر وحدة عربية في التاريخ الحديث. اليوم المملكة العربية السعودية عندما تقف إلى جانب الكويت هي تقف إلى جانب نفسها، وعندما تقف إلى جانب البحرين، ونحن نعرف هي لم تقف فقط إلى جانب الكويت، وهذا طبعا وقفت إلى جانب البحرين عندما استقلت البحرين في 70 وأراد الشاه أن يضم البحرين، فتحركت المملكة العربية السعودية وحركت المجتمع الدولي وعمل استفتاء وصوتوا استفتوا أهل البحرين بأن يكونوا دولة مستقلة خليجية، وهؤلاء هم أهل البحرين، ليس أهل البحرين هم من يعمل هذه من يتعاون مع الأجنبي الآن لإبعاد البحرين عن حضر عن محيطها الخليجي. لا، هذه اللحمة الخليجية هي النواة لتقارب عربي. نحن نرى المنطقة اليوم، نشاهد اليوم المنطقة العربية كل يطمع فيها بسبب هذا التفكك. اليوم الخليج عندما نشاهد الكويت ونشاهد المملكة العربية السعودية ونشاهد البحرين وما يجري، وكأن نشاهد في دولة واحدة وتقارب خليجي، وهذا ما هو نطمح له، وهذا هو دور الإعلام. الموروث الثقافي، الموروث الاقتصادي، الموروث السياسي، كل هذه تتكامل لخلق دولة قوية في مواجهة أطماع
نحن نراها ونشخصها تطمع في لتفريق هذه التفرقة. تبدأ من الشعوب، وإذا فرقوا الشعوب سواء من ناحية عنصرية أو من ناحية طائفية أو من ناحية دخلوا بين هذه الشعوب لتفرقتها ليضعفوها. لكن ما نراه بين الكويت والمملكة العربية السعودية وبين المملكة العربية السعودية والبحرين وبين البحرين والكويت وبين باقي دول الخليج لن يستطيعوا النفاذ من خلال هذه الوحدة محاولة التفرقة. حتى في الجانب الاقتصادي هناك يعني تبادل تجاري كبير، يعني خلال 9 شهور وأنا أطلع 63 مليار التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون خلال 9 شهور. طبعا هذا التبادل بيني من 509 تبادل الدولي، طبعا دون الرقم المطلوب 12% من التبادل التجاري للمملكة العربية السعودية تجاه دول الخليج. نحن نطمح لأكثر. طبعا دول الخليج ومن ضمنها الكويت والمملكة العربية السعودية سهلت التجارة البينية بين بعضها، وهذا من صالح الشعوب. جميل. بمعنى نحن نريد أن يأتي الكويتي، وهذا أنا والأستاذ أحمد الجار الله نجلس في مكان واحد، نعيش في مكان واحد، يستطيع أن يعيش بالرياض أو يعيش في الكويت وغيره. هذه هي التكامل، ونعتقد أن الشعوب متقاربة جدا لا نستطيع أن نفصل بينها، خصوصا المملكة العربية السعودية، الشعب الكويتي والشعب السعودي. جميل. أعزائي المشاهدين، معي اتصال هاتفي الأستاذ عبد القادر الهدهود، ممثل وملحن ومغني. مرحبا أستاذ عبد القادر. أستاذ عبد القادر، يمكن الاتصال غير جاهز. طيب استاذ دكتور علي، يعني انت ذكرت يعني قديش هي الوحده هذه في مصير مشترك، ويعني وحده مصير كل دوله من دول الخليج هو مصير ومؤثر على الدوله الاخرى. طيب كيف خدم هذا المصير المشترك والترابط في القضايا الامه العربيه والاسلاميه المشتركه بينهم على صعيد اكبر؟ هو اتحاد او تجمع دول مجلس التعاون هو بدل يعني يضيف قوة سواء على المحيط العربي أو المحيط الإسلامي. وأنا أضرب مثلا هنا، لما تدخل المملكة العربية السعودية في مجال معين نجد أن الصحافة الكويتية تنتفض للمملكة العربية السعودية، ويعني وبإمكان الأستاذ أحمد الجار الله أن يصححني إذا كنت مخطئ، وتدافع عن المملكة العربية السعودية مثل ما تدافع الصحافة السعودية عن الكويت وعن البحرين وعن غيره. إذن هناك تكامل، وهذا التكامل هو يصب في مصلحة دول الخليج وشعوب الخليج تجاه المنظومة الإقليمية والدولية. لما تكون كلمتهم موحدة شعبيا ورسميا هي تصب في الصالح العام تجاه الدول، حتى تجاه القرار الدولي. ونحن رأينا ليلة البارحة كيف أن المندوب الكويتي استصدروا من مجلس التعاون الخليجي استصدر قرار بوقف اطلاق النار في سوريا، وعندما يتحدث المندوب الكويتي وكأن أمامه مندوب سعودي أو مندوب بحريني أو مندوب. هذه هي التجسيد الحقيقي للوحدة الخليجية، للتقارب الخليجي شعبيا رسميا سياسيا اقتصاديا. هذا ما نطمح له في شعوب مجلس التعاون الخليجي.